نروح عندنا لجولة تانية المحافظات. بقى جولة محافظات. عندنا مجموعة من الأخبار والموضوعات المهمة اللي حصلت في المحافظات، ومنها بدء موسم حصاد القمح في الغربية وزراعة 163 ألف شجرة في مراكز وقرى محافظة الفيوم ضمن المبادرة الرئاسية 100 مليون شجرة. كمان امبارح يمكن في محافظات الجمهورية المختلفة تم الإعلان عن مشاركة 62 ألف حضروا فعاليات مبادرة العيد أحلى بمركز الشباب في البحيرة تحديدا، والكشف الطبي على أكثر من 2000 مواطن في قوافل طبية مجانية في أسوان. خلونا نعرف تفاصيل أكثر من خلال هذا التقرير. محافظات مصر شهدت امبارح أخبار وأحداث كتيرة، البداية من الإسكندرية اللي استقبلت حديقة الحيوان فيها 39 ألف زائر خلال أول يومين من أيام عيد الفطر المبارك. في القليوبية أعلنت مديرية القوى العاملة بالمحافظة توفير فرص عمل جديدة للشباب في مختلف التخصصات بشركات القطاع الخاص برواتب 3000 جنيه شهرياً. في الغربية تم بدء موسم حصاد محصول القمح، وتم تجهيز الصوامع والشوان واتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الخاصة بتوريد محصول الذهب الأصفر لموسم الحصاد بالتنسيق بين مديرية الزراعة بالغربية ومديرية التموين وهيئة سلامة الغذاء. في الفيوم تم توزيع وزراعة 163,145 شجرة مثمرة وغير مثمرة بمختلف مراكز وقرى المحافظة، وده ضمن المبادرة الرئاسية للتشجير 100 مليون شجرة في إطار حرص الدولة على تحقيق وتطبيق نظم الاستدامة البيئية ومواجهة التداعيات السلبية للتغيرات المناخية وتوفير بيئة نظيفة وصحية وآمنة للمواطن. في البحيرة استقبلت مراكز الشباب خلال أيام عيد الفطر المبارك 62 ألف متردد ومستفيد بمبادرة العيد أحلى، وده في إطار الدور المجتمعي وإتاحة الفرصة أمام المواطنين لممارسة مختلف الأنشطة. في الأقصر أعلنت مديرية الطب البيطري إنه مع استمرار تنفيذ أعمال الحملة القومية الأولى لعام 2023 للتحصين ضد مرضي الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع، بلغ إجمالي الحيوانات المحصنة حتى الآن 52,200 رأس أبقار وجاموس وأغنام ومعز. في كفر الشيخ أكدت مديرية الإسكان إنه هيتم تلقي التظلمات من المواطنين للحصول على 296 وحدة سكنية ضمن مشروع سكن لكل المصريين في مراكز بيلة والحمول وفوة ومطوبس بعد أجازة عيد الفطر المبارك، خاصة بعد غلق باب التقديم قبل أجازة العيد بعدة أيام. في أسوان تم تنظيم قافلتين طبيتين داخل منطقتي الحصاية والجوزرة بمركز أسوان. استمرت أعمال القافلتين على مدار يومين في كل قرية، ونجحت القوافل الطبية في إجراء الكشف الطبي على 2043 مواطن ومواطنة.